رجعنا لكم تاني، هنتكلم شوية بقى على الجيمز وعلى الفيديو جيمز فكرة أصلا يعني وفكرة وجودها عندنا في مصر كصناعة. منورنا في الاستوديو أستاذ أحمد متولي وكمان أستاذ مصطفى حافظ، وهم يعني عاملين شركة يعني أنا معرفت النهاردة يعني أفتكر هي الوحيدة من نوعها في مصر يعني اللي بتشتغل في مجال الفيديو جيمز. و احمد بتصدروا شغلكم لبره يعني هو ده يعني اصلا مالكوش علاقه بينا كمصر؟ هو احنا كل شغلنا بيتصدر بره النهارده. عندنا مشروع واحد النهارده بنعمله في مصر هنا، حاجه مخصصه للاطفال، وبرده بنعمل حاجات جديده من نوعها متحف سوزان مبارك للطفل. بنعمل فيه انتراكتيف كونتنت، بنعمل برامج تعليميه هي عباره عن جيمز تعليميه بس من نوع مختلف جديد خالص، علشان بالعربي بقى وكل حاجه مصريه فيها، بالعربي كل حاجه فيها مصريه، عن الفراعنه وعن عن تاريخنا. يعني تعليم وتثقيف في نفس الوقت، تعليم وتثقيف في نفس الوقت ترفيه، علشان مصطفى المعلومه توصل بسرعه. الموضوع بدا ازاي يعني من الاول خالص؟ انا عارف ان انت خريج هندسه ودخلت مجال الجيمز ده، كمبيوتر ساينس مش هندسه، كمبيوتر ساينس، ودخلت مجال الفيديو جيمز ده، بدات معاك ازاي؟ انا يعني كنت بحب الموضوع من وانا صغير، كان نفسي اتعلم الجيمز دي بتتعمل ازاي. زي اي حد كنت بلعب جيمز وانا صغير، بس كان مستهوني قوي اللي انا اعرف ازاي الجيمز دي بتتعمل. فبدات وانا عندي 12 سنه تقريبا اقرا كتب وادور على النت ازاي الجيمز تتعمل. 12 سنه ده كويس ما شاء الله. بس انا سمعت كمان انت عندك 16 سنه صممت اول لعبه. ما هو كان هيقول هو 12 سنه لسه عايز اتعلم من الاول خالص. فبدات اتعلم اقرا على النت شويه الجيمز بتتعمل ازاي، اقرا كتب عن البروجرامنج ازاي البرامج بتاعت الجيمز دي بتتعمل. مع الوقت ابتديت اعرف اكتر. اول جيم عملتها نزلت يعني تجاريه، كنت عملتها مع تيم اتعرفت عليه اونلاين من امريكا كله. وانا عندي 16 سنه، فانا كنت بعد ما خلصت ثانويه عامه، بعد كده كملت في الموضوع وعملنا شركه. الشركه دي بقى كان ايه يعني؟ كل شركه بتتعمل بيبقى ليها تارجتس كده في الاول، يعني ايه تارجت الشركه بتاعتكم يا احمد؟ هو كان التارجت بتاعنا الاساسي ان هو نتحول من تيم بيعمل مجهود وبيعمل شغل وبيطلع جيمز لشركه بتكريت انتلكتشوال بروبرتي في مصر هنا. يعني انتلكتشوال بروبرتي يعني احنا بنبتكر حاجه جديده، بيبقى عندنا براءه الاختراع بتاعها او عندنا الحقوق الملكيه بتاعتها، بدل ما بنعمل شغل للناس الثانيه فبتبقى هي بتاعتنا احنا، وبنرخص لشركات النشر بره انها تنشر الجيم دي بنيابه عنا. فبدل ما كنا بنعمل شغل ليهم هم، بقينا احنا بنعمل الشغل بتاعنا ونرخصه ليهم علشان هم يبيعوه بره. من وجهه نظرك شايف ان يعني ان احنا نبقى الحاجات دي بنصدرها هو ده الاحسن من مصر؟ يعني الواحد يعمل الحاجات دي لهنا صعب؟ ما عندناش الامكانيات هنا اصلا تاخد اللي انتوا بتعملوه يعني. هو احنا يعني هو في كذا حاجه، هو الشباب هنا بيلعب جيمز كتير جدا، صح؟ دي حاجه كويسه، بس من على النت بقى داونلود ببلاش يعني. من على النت داونلود ببلاش، حتى لما بنشتريها اغلب الوقت بتبقى جيمز مضروبه، اللي هي السي دي متكبيره يعني. بالظبط. ف يعني حقوق الملكيه الفكريه هنا واستيعاب ان هو في مجهود وفي فلوس اندفعت في الديفلوبمنت في تطوير جيم زي ده، موضوع القرصنه اللي هي على الانترنت، فده عالي جدا هنا. بالنسبه لبقيه العالم كله يعني بالذات في اوروبا وامريكا في قرصنه بس قليله جدا كومبيرد اللي موجود عندنا هنا النهارده. يعني احنا ممكن نسمع في مصر العاب بتنافس ممكن الالعاب اللي بره، ولا الموضوع ده فيهم؟ يعني هو الحمد لله احنا اول جيم نزلناها كانت في التوب 10 ليست لما نزلت في 2009 في مايو 2009 في الكاتيجوري بتاعتها، يعني التوب ليست لبره، مش لبره، على اكس بوكس في التوب 10 ليست في اكس بوكس لايف اركيدز، اللي هي الجيمز اللي بتنزل على الاكس بوكس على طول او بتنزل على البلاي ستيشن على طول. فبنقدر نكمبيت. مصطفى كان رايك ايه في التجارب اللي اتعملت؟ يعني انا فاكر حلقه من زمان كان في لعبه اسمها بوحه، حاولوا يعملوا لعبه مصريه اسمها بوحه وبيمشي بالسكاكين وبتاع ومش عارف ايه. يعني ايه رايك في التجارب المصريه اللي اتعملت للفيديو جيمز؟ لا هي كانت كويسه في حدود الامكانيات اللي كانت متاحه للناس اللي بتعمل الحاجات دي. يعني احنا ما عندناش مجال هنا او اندستري صناعه الجيمز مش موجوده، فكل انت عندكم الامكانيات بتعملوها وبتطلعوها بره، مش يعني مش بنحاول نشتغل بيها هنا ليه؟ احنا طبعا غير فكره الحقوق الملكيه الفكريه، يعني ليه ما نسعاش بقى ان احنا نظبط دوت، ان احنا نحاول يبقى عندنا احنا ده؟
احنا نفسنا نعمل جيمز موجهه للتارجت المصري يعني. انا حلم حياتي من ضمن الحاجات اللي خلتني اعمل كده هو عن نفسي يعني كشخص نفسي اعمل لعبه كوره للمصريين يعني بالثقافه المصريه بكل حاجه. بس الفكره اللي هنا مفيش حد بيشتري يعني الناس محتاجه توعيه اللي هم لما بيعملوا كراك لجيم او ياخدوا كوبي منها في دي سرقه يعني. موضوع الكراكنج ده معلش انا عايز افهمه في حد قال انه في البلاي ستيشن 3 مثلا دلوقتي ما اقدرش اعمل كده لازم اشتري السداهيه الجيم الاصليه ما اقدرش يعني ما بقاش في حتى فيها النسخه المضروبه اللي ممكن اشتريها بتبقى هي مثلا ب 500 جنيه وانا اشتريها ب 100 جنيه ما بقاش في كده ده حقيقي ولا دي معلومه؟ هو كان كده بقى بينفع دلوقتي. وعايز اقول لك اللي ثاني يوم ما الناس عرفت الطريقه دي بره كانت موجوده هنا في مصر مع انها كانت محتاجه قطعة هاردوير معينة لازم تكون موجودة عشان تقدر تعمل كراك للبلاي ستيشن. اوكي. مصطفى انا عايزة ارجع بيك تاني لبعد ما اتخرجت، انا عجبني قوي فكرة ان انت بتقول انا بقيت عايزة اعرف الالعاب دي اتعملت ازاي ودخلت على الانترنت وتواصلت مع ناس من بره وشاركت معاهم ودخلت معاهم في مشروع. انا دلوقتي برضو قاعدة بفكر الالعاب اللي بتتعمل دلوقتي بالوايرلس، الحاجات الغريبة لو انا اقف قدام التلفزيون واقعد انا العب، برضو شباب كتير بيقعدوا دلوقتي يفكروا ازاي الحاجات دي اتعملت، هل انت شايف ان هم سلبيين؟ ما طب انا دلوقتي بفكر في حاجه زي كده ليه ما افكرش ان انا اشارك برضه في مشروع يعني زي ما انت عملت. معلش يا بندم انا على البلازما هو ايه اللعبه دي دي جيم اشتغلنا فيها يعني ديمو بتاعت جيم بني شغالين فيها دلوقتي اسمها جاردينز. اه يعني هتنزل على الاكس بوكس والبلاي ستيشن 3. عباره عن ايه بقى؟ احنا اللي عاملينها يعني كمصري يعني عارف ان انتوا اللي عاملها بس انا قصدي يعني احنا اللي هنتكلم بروح الجماعه دلوقتي. احنا هي لسه دي مش خلصانه يعني احنا لسه شغالين فيها. فكرتها ايه بس الكواليتي بتاعتها زي الحاجات يعني فاهم قصدي زي هي ما هي دي حاجات بره المفروض صح؟ دي حروب بقى عشان انا مسحول مع الجيب. هي يعني هي كجيمز احنا ككواليتي اوف جيمز ككواليتي اوف جيم برودكشن الحمد لله احنا نقدر نوصل عندنا كابابيلتيز ان احنا نقدر نوصل نفس الكواليتيز اللي بره. عندنا كابابيلتيز ان احنا نعمل حاجه زي ويننج 11 مثلا من الدوري المصري من اول الدرجه الثالثه لحد الاهلي والزمالك اللي هو يعني الدوري المصري يعني مثلا من يعني بشوفها بره بس بيبقوا مغيرين اسامي اللعيبه ومغيرين اشكالهم ما بتد يعني بالظبط. نقدر احنا عندنا ما دام عندنا الامكانيه نعمل حاجه زي كده عندنا الامكانيه نعمل جيم زي دي من ناحيه التكنيكال اكيد موجوده. من ناحيه ايه بقى اللي ما ينفعش؟ في حاجات كتير قوي يعني في الانفستمنت او الاستثمار اللي محتاجينه عشان نعمل حاجه بالحجم ده يعني الجيمز الكبيره بالحجم ده استثمار فيها بالملايين او عشرات الملايين بالظبط. كنت لسه هتقول الارقام خدتها من على ايه فاهم اكتر فكره تكلفه ان انا اعمل الجيم دي تكلفني قد ايه؟ يعني تكلفه الجيم ممكن الجيمز الصغيره تكلفتها من نص مليون مليون دولار لحد ما توصل ل 50 مليون دولار تكلفه البرودكشن بتاعت جيم حجمها كبير فعلا. في 100 و150 يعني في جيمز نزلت تكلفت 150 مليون دولار 150 مليون دولار جيم بس بيعرفوا يكسبوا يعني بيرجعوا لهم الشباب كلها بتشتري جيم جابتهم في اول 6 ساعات عدت الرقم اللي كلفته ده في اول 6 ساعات 6 ساعات طبعا. طب ده اندستري كبير يعني دي صناعه لو ما يعني لو انتم كشباب دلوقتي وانتم من يعني من يعني ما افتكر قليلين جدا اللي موجودين بيشتغلوا في المجال ده في مصر ووصلتوا بيه لليفل يعني لليفل بره حتى طبعا. مش بتعملوا لسه التجارب اللي هي زي ما انت بتقول على قد امكانياتهم بتبقى كويسه يعني ما دام هي يعني صناعه مربحه كده هي يعني ممكن تفيد بلد يعني ممكن تشارك في اقتصاد البلد لو هو بست ساعات بجيب ال 150 مليون دولار فعلي يعني مين المطالب ان هو يساعدكم حتى بلاش انتوا مين المطالب ده اكيد كجهة. ده اكيد يعني هو من ناحيه المساعده هو محتاجين مساعده في نظام التعليم لان هو علشان نطلع ناس فنيين بيعرفوا يعملوا فيديو جيم ديفلوبمنت من الاول او يعرفوا يبرمجوا جيمز ويعرفوا يعملوا الارت اللي محتاجينه للجيمز ده محتاج شغل فلو نظام التعليم بيسبورت ده من الاول دي هتبقى حاجه مفيده جدا. في حاجات تانية برضو من ناحيه الحكومه والحكومه اوريدي شغاله عليها دلوقتي يعني ريسنتلي وزاره الاتصالات ابتدت تبص على الفيديو جيم ديفلوبمنت على انها اندستري او صناعه مهمه وعايزين نبص ازاي ممكن ندخل فيها وازاي ننمي الصناعه دي في البلد. فهي محتاجه يعني محتاجه البنيه التحتيه المطلوبه علشان نقدر نوصل للمرحله دي. مشكله القرصنه انا شايفها مشكله كبيره جدا جدا يعني اللعبه اللي بتتكلف ممكن من 20 مليون ل 100 مليون ممكن توصل ل 100 مليون زي ما انت قلت 150 مليون كمان. فانت شايفين ازاي ممكن اتحكم في مشكله القرصنه دي ان الشباب قايل انا هروح اشتريها احسن. انا شايفه انها هتنعدم اساسا يعني يحصل انقراض للموضوع ازاي نقدر نتحكم في الموضوع ده؟ توعيه مش اكتر يعني الناس لازم تعرف فعلا ان دي سرقه زي
يعني لما انا باخد حاجه حد عملها وبحطها عندي ببلاش كاني بالظبط خدت اي حاجه من اي محل سرقتها وخدتها. في قوانين نازله دلوقتي للقرصنه، انت شايف انها كفايه ولا القوانين مش كفايه؟ لان دي حاجه يعني هي اللي مخلي الموضوع ده منتشر جدا، اللي هي حاجه سهله جدا تعمليها. يعني انت مثال حد يسرق حاجه من محل، لكن سهل ياخد كوبي من جيم من واحد صاحبه ويحطها على الكمبيوتر عنده من غير ما يدفع فيها فلوس. فالقوانين مش هتنفع قوي في الموضوع ده، لازم الناس نفسها تكون حاسه ان دي حاجه غلط وما ينفعش يعملوها. اللي بقى القوانين عندهم تقريبا زي عندنا، يعني الحاجات دي ممنوعه والحاجات دي بينفع تتطبق هنا في الشركات، بس الناس عندهم وعي بقى ان هم ما ينفعش يعملوا حاجه كده لان دي حاجه اصلا يعني غلط ما ينفعش يعملوها يعني. طيب لو شباب خريجين هندسه كمبيوتر ساينس وعندهم اهتمام بالموضوع دوت ونفسهم يعملوا في حاجه، نفسهم يتعلموه، يعملوا ايه؟ يعني انت اتعلمت مع نفسك تقريبا، بس الدراسه تبع الكمبيوتر ساينس، بس فكره الفيديو جيمز بالذات الشباب يعمل ايه؟ الانترنت فيها يعني اي حد عايز يتعلم اي حاجه دلوقتي سهل جدا، يخش على الانترنت يدور الجيمز، الفيديو جيم ديفلوبمنت، يدور في الناس بتعمل الجيمز ازاي. عايز يدخل في صناعه ان انا حالها، الشاب اللي عايز يعمل صناعه الالعاب دي كفايه تدريبات على الانترنت ولا لازم يخش؟ مش محتاج، لازم يكون عنده بيز. الكمبيوتر ساينس وهندسه كمبيوتر بيدوا البيز اللي بتخلي اي حد يقدر بعد كده يستوعب الحاجات دي بسهوله. احنا اوريدي بنتكلم في حد طالب هندسه او يعني شايف. انا كنت بكلمك في حته ممكن الشاب يبقى عنده انا عايز اعرف ده وعايز اتعلم ده بس ما عنديش الدافع، يعني ما بعملش حاجه سلبي زي ما بقول لك، فيعمل ايه؟ هو لو بيحبها، يعني لو هو حابب الموضوع ده ونفسه يكمل فيه اكيد هيحاول مره واثنين وثلاثه، يعني هيعرف يتعلم. واحنا قدامنا يعني بجد مثال لشباب نجحوا، كان عندهم فكره في دماغهم وعملوها وبقت صناعه، يعني ما شاء الله بجد حاجه زي كده بجد مشرفانا ان شباب مصر له علاقه بيها. احنا يعني بجد مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا النهارده، نورتونا بجد. بشكرك يا مصطفى، بشكرك يا احمد على وجودكم معانا النهارده. ان شاء الله بقى جيمز المصري قريب جدا، عايزين نلعب بقى. بعدين انا اتغلبت ماتش قبل كده فانا ليا ماتش العبه بقى. بجد بشكركم جدا على وجودكم معانا، بنشكر كمان كل الشباب اللي اتفرجوا علينا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، هنشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. سلام.